نعم أنتم الأحباب. وهل هنالك كلمة تسمو وتكبر على أحباب الوطن؟ نحن سعداء، سعداء جدا بهذا اللقاء، وكلنا شكر وامتنان لكم ولأحبابنا في سافا، المجموعة الخيرة التي وهبت وقتها والكثير من جهدها لعمل الخير. إنه العطاء، العطاء الخير الذي يشكل أكبر قيمة في هذه الحياة، فدام لكم ما أنتم فيه من حسن وإحسان، ودام لكم هذا العطاء. السلام عليكم. الأستاذ الكبير عبد الكريم الكابلي، كلنا شكر وتقدير. يعني ما أعرف أقول شنو، لكن مجاملتك لنا دي مجاملة جميلة جدا. أشكرك على الوقت وعلى يعني عطائك أنت، وأشكر الشباب. يعني قلت لهم دي عظمة أمريكا، خلتني اللي أنا أسلم على الشباب دي في يدينهم. يعني شكرا لكم على الجاية، وعلى عارفين مشوار كان متعب، وأتمنى نستمتع بفاصل جميل. ودار نوي طبعا الأستاذ كتابه is available ونزل، فعنده رغبة طبعا، الكتب موجودة هناك، وعنده برضو وقت يوم الأحد 23 في فيرجينيا إن شاء الله حيدشن الكتاب، حيكون في تدشين الكتاب، فعنده وقت إن شاء الله. وصلنا في فيرجينيا، أنا حكون هناك موجود لأنه ما حفوت الفرصة دي، فرصة تاريخية وكتاب عظيم، وأتمنى كلكم تشاركوا وتجون هناك في فيرجينيا عشان نحتفل بكتابه. برمال سهرانا وراجاك
Ooh.
أفدوه أفدوه بالمال والعيال. بعملنا وبعملنا وبالمحنة بأملنا وبعملنا وبالمحنة وبنين ألف دمانا نبني جنة بأملنا وبعملنا وبالمحنة في دمانا نبني جنة ونبتهيجي نحن وصغارنا ونتغنى يا صلنا ومبتدانا يا حلال مسرح صبانا وذكرياتنا مشتهانا مشتهانا يا أصلنا ومبتدانا يا حلال مسرح صبانا ذكرياتنا مشتهانا مشتهانا. انت فينا كبير ريتنا ليك كتير انت فينا ليك كتير الجو ملك يا وطن.